مرسي بن علي بوفجة. السيد بن علي بوفجة هو من جالية المقيمة بخارج مع السي حمو، وربما هو كان يقول لواحد تما دايما تيقول له هذا هو المولود الوحيد اللي لعب كرة القدم. ابو عفاء محمد. ابو عفاء محمد هو ايضا من مع رفقه الصمد الفريق الفريقي الشبان اللي لعبوا المقابله النهائيه مع الوداد في دور العالم. بالمناسبه هذا ربما يكون في تقديم قصاد المقابله، فكانوا اخوان كانوا خذوا واحد المراحل اللي هي طويله باش وصلوا للنهايه، صاروا فرق اللي هي يعني معروفه خصوصا الجبية السلاوية المغرب الفاسي من لا من الإسلامية المقابلة المقابلة النهائية، وللأسف الظروف ما كانش مساعدة باش كيلاو ياخذوا البطولة ديال المغرب الشمالي. سي محمد سي يوسف عبيد عيسى السوق.
صور تذكارية للفرق التي تعاقبت على مدينة بوعرفة وإقليم فيقيق، وكذلك بعض الفرق واللاعبين من مدينة وجدة.
واحد أيوة. إذن بعض الصور التي رجعت بنا الجميل، وبها نختتم حفلتنا وحلنا الصباحي هذا على أساس اللقاء بكم بالملعب البلدي لمدينة بوعرفة، ومع مقابلة تكريمية في كرة القدم تجمع بين قدماء لاعبي منتخب إقليم فيجي وقدماء المولودية الوجدية مع الاتحاد الإسلامي الوجدي. إذن إلى ذلك الحين نشكر جميع الحضور، ونشكر كذلك اللجنة المنظمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.